الكبده الاسكندراني بتاعت المحلات. وده هستنى شويه بس عايزه الطماطم تتبلسم. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا حطيت انا جبت كمان هون لقيت هون هنا في المطبخ ودقيت الخلطه شويه عشان ما كنتش عايزه الفلفل الحامي يبقى باين اهو زي ما انتم شايفين كده. ناخد كده دي هاخد بقى بصوا الخلطه بتاعتي نعمت شويه ازاي عن الاول اهي. دي سر الكبده الاسكندراني بتاعت العربيات، ولا بصل ولا بهارات لحمه ولا قرفه ولا جوز الطيب ولا اي حاجه من الكلام ده، هي دي زي ما بنقول كده الزيتونه كلها. طيب بقسم الخلطه دي نصين اهو، خدت نص عندي هنا هتبل بيه الكبده وشايفين تقطيعه الكبده عامله ازاي، اي تقطيعه عايزه تقطعيها قطعي، هي بتتقطع في العادي بالشكل ده، لكن انت لو جايباها جاهزه متقطعه مجمده عادي جدا اشتغلي بيها على كده مش هيبقى فيه اي مشكله. يبقى انا قسمت عندي التتبيله نصين، نص هنا ونص عندي، هناخده حالا دلوقتي في الزيت. بس نجيب منديل كده نروق الشطه اللي طارت عندي في كل حته. يا صباح النور والورد والفل والياسمين على روح قلبي. وحشيني والله. انت وحشاني على طول. عارفه بقى امبارح عملت ايه؟ قولي لي. الجلاش انا وماما. طب وطلع ايه؟ والله العظيم ريحته قلبه الدنيا كلها. يا روح قلبي انت بتعملي الحلو كله والله. انا وماما ايه؟ انا الاول اكلت حته لقيتها طعمها تحفه. هي طلعت حلوه بس عشان انت اللي عاملاها انت وماما. وريان كان معاكي ولا لا؟ طيب اوعوا تاكلوا انت وماما وتسيبوا ريان لوحده. حبيبه قلبي يا دارين ربنا يكرمك يا روح قلبي ودايما كده مفرحاني بصوتك الحلو. صباحك زي الورد يا روح قلبي. طيب بصوا بقى انا عندي زيت سخن بزياده فانا هعمل هنزل بس حته صغنونه كده اهو مش عايزه بس يغمق قوي زي الفل. يلا بينا تعالى نسمي بالله اهو. بصوا بقى بنروح عند عربيته كده نلاقي الشكل والمنظر الشكشكه الحلوه دي تقليبه وانزل على طول بالكبد اهو شايفين. طبعا مش عايز حد يتخض من كميه الزيت هي زي ما قلنا اهو بس اقلب كده هي سخنت بزياده اهو بقلب فقط اهو. طبعا انا مش هاخد الزيت ده كله الزيت ده هيتصفى عشان بس ايه محدش يتخض بس الفكره في ايه انها في المحلات هتلاقي الراجل حاطط كتاب يعني ووك كبيره بيعمل فيها وبيفضل يقلب بيحط كميه الزيت دي كلها. انا اكيد مش هاخد الزيت ده كله عادي هستغله تاني في اي اكله احنا حابينها. نقلب اهو. صباح النور يا يوسف. صباح الورد يا حبيبي. ازيك يا يوسف عامل ايه يا روح؟ كويس الحمد لله. يا رب دايما. اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله كويس. يا رب دايما. قولي هتجرب الاكلات بتاعتنا النهارده؟ ماشي وهستنى تطمني ان شاء الله. ماشي يا حبيبي. قولي عندك اي سؤال؟ كنت عايزه اعرف طريقه الكبده. الكبده اهي قدامنا، هعيد لك المقادير استاذن استاذ سباعي نزلها لنا على الشاشه وصورها على طول وجربها وقولي. صباحك زي الورد يا حبيبي. حاضر. سلام يا روح قلبي. طيب تعالوا بقى ناخد يعني فوكس شويه على الطاسه بتاعتي هنا. شايفين عندي الكبده عامله ازاي؟ بصوا الكبده بتلمع مش متفله هي بيقولوا عليها كده، شكلها روعه ريحتها روعه زيك يا امنيه. انت عامله ايه؟ عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما. ايه الجو الحلو النهارده ده؟ ايه رايك بقى؟ كبده عربيات بقى ولا مش كبده عربيات اهو؟ لحد عندك عسل كل حاجه من ايدك زي العسل. ربنا يفرح قلبك يا رب. انتوا اللي سكر والله ربنا يكرمك. ايه الحاجات الحلوه دي؟ والله انتوا اللي حلوين انتوا عشان حلوين انا بعمل لكم الحلو كله. اختي عايزه اتكلمك. اديهاني يا روح قلبي. الو. صباح النور يا قمر. الو يا شفا. ازيك عامله ايه؟ حلوه. قولي لي اسمك ايه؟ اسمها اسمهان. اسمهان اسمك حلو قوي. ربنا يخليك. قولي لي هتجربي الكبده بتاعت النهارده؟ انا كويسه والله طول ما انت كويسه. ازيك؟ بخير يا روح قلبي. حسنا كل حاجاتك حلوه. والله انت اللي قمر. ايدك. يا روح قلبي ربنا يخليكي ويفرح قلبك انت سكر والله. هستنى بقى تكلميني على طول ماشي؟ هكلمك على طول. انا هستنى مكالمتك كل يوم ان شاء الله. ماشي كل يوم؟ ماشي كل يوم هستناكي كل يوم. ماشي. ماشي يا روح قلبي، صباحك زي الورد. شوفوا والله الواحد نسي كان هيعمل ايه من الريحة الحلوة. بصوا والفلفل عندي
هو ده الصح. الفلفل ما تخليهوش يغمق معاكي، نزليه في الاخر خالص تقلبتين ثلاثه وخلاص اهو. طبعا يعني الزيت كتير، انا مقتنعه معاكم بده، بس هي بتتعمل كده. هم اسكندرانيه بيعملوها كده، وبصراحه مفيش حد بيعملها زيهم عشان نبقى برضو على نور. هم مميزين جدا بالكبده الاسكندراني، ولو حتى على الفيسبوك نلاقي مثلا بنوته نزلت وصفه كبده وحاطه فيها بصل، بتبقى يعني اهانه في حق الكبده. فاحنا عملناها زي ما هم عاملينها بالظبط، نقول صباح الورد يا ايه. طيب ارجعي كلمينا تاني. بصوا بقى انا بعمل ايه، شايفين انا بصفي كل الزيت الزياده، مش عايزه طبعا كميه الزيت دي كلها، لكن الكبده عندي مستويه زي الفل، ريحتها تجنن. الفلفل حامي عامل شغل عالي اهو. ايه رايكم بقى، شايفين الشكل اهو؟ عايزه يعني ممكن يعني تاخدي شويه من الزيت، بس دي يعني ايه، مش كل الناس هتحب الحركه دي، شويه من الزيت وتدهني الساندوتش بتاعك، بس يعني عشان الشرايين والكوليسترول. فخلينا كده حلوه ان انا ارفع بالمصفه بتاعتي او اهي. شايفين شكلها ساندوتش يفتح النفس، وما خدتش دقايق. الكبده على فكره من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص على النار، يعني زي ما انتم شفتوا زيت سخن جدا، نزلت نص الخلطه تقلبتين ثلاثه، ريحه الثوم خرجت، نزلت بعد كده بايه، بالكبده بتاعتي اللي اوريدي متبله بنفس التتبيله. تعالوا بقى نكمل الساندوتشات بتاعتنا اهي اهو. شايفين بقى الشكل والحلاوه، حاجة كده ما شاء الله يعني روعة. يلا بينا. عايزة أقول لكم جات لي كمان تطبيقات على جلاش امبارح، يعني ما شاء الله الحلوين اللي متابعيني بيطبقوا الوصفات أول بأول، وده بيفرحني جدا. يعني لما ألاقي الحلوين اللي متابعيني بيطبقوا الوصفات دي، حاجة بتفرحني جدا إن هما كمان حاجة بتعجبهم، ودي طبعا على راسي يعني. فإن شاء الله يا رب دايما كده مع بعض، ودايما تطبقوا الوصفات وتبعتوا لي على الرسايل. حتى امبارح لقيت في الرسايل بنوته متابعاني بعتالي بتقول لي يا توته هو انت اللي بتردي على الرسايل؟ قلت لها والله انا اللي برد على الرسايل، عشان انا كنت قلت في حلقه من كام يوم ابعتوا لي اي حاجه انتوا حابين تعرفوها وانا بنفسي هرد عليكم على طول. صباح النور يا مريم. صباح الورد، ازيك؟ ازيك يا صباح الخير. صباح الورد يا روح قلبي، عامله ايه يا قمر؟ تمام الحمد لله، انت كويسه؟ بخير طول ما انتوا بخير والله. طمنيني، عايزه اي وصفه؟ طيب صباحك زي السكر اهو، نجيب نرصهم كده زي ما ايه، ما احنا رصينا السجق اهو. تعالوا نعمل بقى دول اهي، دي كده الكبده عندي منوره في الصينيه بتاعتي. هعمل بقى كام واحده سجق كده ويبقى خلصنا وصفتنا، مع شويه سلطه، شويه طحينه، طماطم مخلله، الحاجات الحرشه الحلوه دي، ويبقى الوصفه بتاعتي خلص. ادي اهو الطحينه، وادي البطاطس اهو كده زي ما انتم شايفين، ونجيب كمان الطماطم. عايزه بقى السجق تحطي شويه طماطم، يعني شويه سلطه الطحينه ممكن، مفيش مشكله، بس انا بالنسبه لي يعني مش بفضل قوي الطحينه، لان كمان لو باتت او قعدت بتخلي الساندوتش بتاعي طري مش بنفس الجوده، فاختياري. صباح الورد يا ايه، عامله ايه؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه، انت وصفاتك والله كلها جميله، ربنا يفرحك. وانا بجربها والله جميله قوي، وانا على طول بعمل الوصفات اللي انت بتعمليها. ربنا يفرح قلبك، اكيد هي بتطلع حلوه عشان من ايدك انت. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يفرح قلبك يا روحي، ويا رب نشوفك كبيره كده وحاجه كبيره قوي. ربنا يخليك يا روحي، كبيره بيكوا انتوا ومتابعتكم الحلوه وكلامكم زي السكر اللي على راسي والله. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يفرح قلبك. طب قولي لي، ما عندكيش اي سؤال؟ لا انا كل الوصفات اللي انت بتعمليها انا بجربها على طول وبتطلع حلوه. ربنا يخليكي، تعيشي تعملي حلوه كله. وبصي لي الصغنن اللي جنبك ده. ربنا يخليكي يا روحي، نورتيني بتليفونك. شوفوا بقى الفلفل، حبه الفلفل اللي حطيتهم عندي ظاهرين ازاي وباينين، وريحه السجق تحفه. طيب اقدر، في ناس تحب يكون متحمر شويه يعني لونه احمر شويه، حطي شويه صلصه طماطم، حطي شويه هريسه، حطي شويه فلفل احمر بارد، يعني اختياري على حسب انت حابه ايه. وادي اهو سندوتش التاني، ونعمل الاخير ونبقى خلصنا حلقه، يعني حلقه سهله جدا وبسيطه، ما اعتقدش فيها اي حاجه صعبه.
فيديو الحلقه بينزل، عشان حبايبي اللي بيسالوني دايما على الفيديو بينزل على الصفحه مطبخ توته مراد، وكمان بننزل البوست بالليل بالمقادير بالطريقه بكل حاجه، عشان تقدروا انك تاخدوا المقادير سكرين شوت وتطبقوها على طول. شايفين الساندوتش حلو ازاي؟ وده مليان، ده عيني انا عليه، هاكله انا في الاخر اهو. وبس خلاص كده، ما عنديش اي حاجه تانية. حلقه سهله وبسيطه، ان شاء الله يا رب تجربوها وتبعتوا لي على صفحتي مطبخ توته مراد كل الاسئله اللي انتم حابينها. تعالوا بقى نشيل الحاجات دي ونقدم اكلاتنا كده سريعا على طول، نقول عملنا ايه. طيب هقول كام معلومه او كام حاجه بسيطه جدا في موضوع الكبده. عندي الزيت لازم يكون سخن جدا زي ما انتوا شفتوا، لازم الكبده بتاعتي تكون متقطعه مش كبير، لازم ما تطولش على النار، كل الحاجات دي هتخليكي تطلعي الكبده زي بره بالظبط. فناخد بالنا الزيت سخن جدا، الكبده متقطعه صغير، ما تزيدش عن 5 لـ6 دقائق على النار. ونقطه مهمه كمان ناخد مارينا الاول وبعدين اقول لكم النقطه المهمه. صباح الورد يا مارينا. ازيك يا مارينا؟ وحشاني قوي وبامانه. ربنا يكرمك، والله انت وحشاني على طول. انا بحب اكلك قوي قوي. ربنا يكرمك، والله انا بحبك قوي قوي. معلش انا كنت عايزه صلصه البيتزا. عايزه صلصه البيتزا حالا، اقولها لك دلوقتي على طول. صباحك زي الورد يا روح قلبي. طيب هنقول صلصه البيتزا سريعا. عندي دي الصلصه السريعه مش بتاخد وقت خالص، ونتيجتها بتبقى حلوه جدا زي ما بنعمل الطماطم الكونكاستيه. لا دي سريعه جدا مش بتاخد وقت خالص. عندي على النار حبه زيت زيتون حلوين، بنزل بمعلقتين كبار من معلش معلقه كبيره من الثوم المفروم، اشوحه بس اقل من دقيقه يبتدي يبيض. هنزل بمعلقتين كبار من صلصه الطماطم، تقلبتين ثلاثه، رشه ملح، رشه فلفل، رشه سكر، شويه زعتر حلوين، بصل بودره، ثوم بودره، بابريكا، وخلاص هتبقى معاكي زي الفل. وهنعملها لكم ان شاء الله قريب. نقطه بس الكبده اللي كنت عايزه اقولها، ان الكبده مش بتتغسل، عشان في اقاويل كتير بتبقى ضد ومع في قصه الكبده. الكبده مش بتتغسل نهائي، سمي بالله واشتغلي وهتطلع معاكي ان شاء الله زي الفل. كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل ان شاء الله. تعالوا ناخد فاصل سريع جدا ونرجع على طول لفقرتنا الطبيه.